إلى مدينة يبشا عاصمة ولاية وداي تحط جولة القائد العام للقوات المسلحة التشادية الفريق أول أبكر عبد الكريم داود رحالها. وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العسكرية رقم 2، وفور وصوله عقد القائد العام لقاء مع قادة الكتائب ووجه لهم تعليماته العسكرية التي دعاهم فيها إلى التركيز في مهمتهم الأساسية وهي حماية المناطق التي يتمركزون فيها. وبعدها وصل القائد العام جولته حيث وصل إلى مدينة أدري بولاية والدي، وإليها حمل ذات الرسالة لعناصر القوات المسلحة المرابطة هناك، موجها لهم تحايا رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووعدهم بتوفير كل المستلزمات التي تنقصهم ليؤدوا عملهم على الوجه الذي ينبغي. وقال إن منطقة أدري منطقة حدودية تقتضي يقظة فائقة من الجنود. وفي مدينة أدري تتمركز القوات المشتركة التشادية السودانية. وخلال زيارته حث القائد العام قادة القوة إلى السهر لحماية الحدود من المتسللين والمهربين للأسلحة والممنوعات الأخرى. وأعرب قائد القوات المشتركة عثمان بحر محمد إتنو عن استعدادهم لذلك. وبعد ذلك اطلع القائد العام على العتاد العسكري الذي تمتلكه الكتائب وحي الجنود على بسالتهم. محافظة جريضة بولاية وادي شيرة هي الأخرى كانت ضمن محطات القائد العام، وفيها عقد لقاء مطولا مع الجنود هناك موجها لهم التعليمات اللازمة. داخل ولاية وادي شيرة اختتم الفريق أول أبكر عبد الكريم داود جولته بعد لقاء مع عناصر القوات المسلحة المرابطة بمدينة طين الحدودية، حيث ترابط قوة هائلة من القوات المسلحة. وحذر القائد العام الجنود من التساهل وردع أي مخالفة تواجههم لبسط هيبة الدولة ودحر المتسللين.